تحية لكم متابعينا الكرام، تنطلق صفحة أخرى من التحديات والمنافسة وينطلق شوط الختام، الشوط الخامس والعشرون المخصص لسن الأجداع ولفئة الإبكار هنا من على أرضية ميدان الشحانية ومن المسافة 6 كيلومترات ومن ضمن انطلاقات هذا المهرجان الكبير على سيف أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. وهنا نذهب مباشرة إلى من تقود هذه المسيرة، إلى من تتحكم بقبضة الصدارة. هنالك البداية مع مقدمة الشوط، قلاء محمد بن سالم بن جابر الفاران يقدم لنا قلاء مع المركز الأول، بينما ثانيا أتابع الحضور من قبل حلوة، قانم بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري يقدم لنا حلوة على ثاني المراكز، وثالثا نتابع الحضور من قبل من حضرت من قدمت من طلت. هنالك من تواصل وتتقدم مع المركز الثالث، هنالك ثالثا الحاضرة والمنطلقة في هذه اللحظات، لحظات ونوافيكم ببقية المراكز الحاضرة في هذا الشوط. هنالك ثالثا من تندفع على ثالث المراكز، غرام سعود بن راشد بن سيف الشامسي يدفع لنا هنالك بقرام، بينما رابعا هنالك رسيل سالم بن علي بن متعب الصعاق حضرت وانطلقت، هنالك هقوى شبيب بن عرار بن عمير الرمزاني النعيمي. هكذا هو النداء الأول لهذه الأسماء، هكذا هو النداء الأول لهؤلاء العمالقة الحاضرين والمنطلقين مع شوط الختام. ولكن العودة هنالك إلى قلا محمد بن سالم بن جابر بن فاران المري، أدفع لنا بقلا متقدمة لهذا المسار منطلقة مع البداية، بينما ثانيا الوصول والانطلاق والتسلل مع حلوة، قانم بن جاسم بن ربيعة الكواري يقدم لنا حلوة، حلوة تتسلل، حلوة تنطلق، حلوة تتقدم مع المكان المرموق هنالك مع الموقع المستهدف من بقية الأسماء وبقية الشعارات الحاضرة، بينما ثالثا التقدم من قبل قرام سعود بن راشد الشامسي، أبناء الإمارات يتحركون يتقدمون ثالثا، بينما شعار الرمزاني يندفع إلى المركز الرابع ليقدم لنا هنالك هقوى شبيب بن عرار بن عمير الرمزاني النعيمي إلى المركز الرابع، بينما خامسا الاسم الجديد الذي ينضم إلى قافلة الإبداع وقافلة الإمتاع يتقدم هنالك في هذه اللحظات محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ليقدم لنا شقرة. فمرحبا بهذا الشعار المندفع، مرحبا بهذا الشعار المتواجد، مرحبا بالمجازف، رجل عرف في ميادين الخليج، رجل تاريخي يتقدم ليقدم لنا هنالك شقرة، بينما أتابع أيضا التسلل. ولكن العودة هنالك مع حلوة، حلوة حلوة تتقدم هذا المسار وتتقدم هذه الأسماء وتتقدم هذه الشعارات الكبرى الحاضرة التي بدأت تشتد المنافسة مع انتصاف المسافة. حلوة هنالك يقدمها قانم بن جاسم بن ربيعة الكواري، ولكن الشامسي يتقدم إلى المركز الثالث ليقدم لنا غرام سعود بن راشد بن سيف الشامسي، والرمزاني يتحرك ليقدم لنا هقوى غلاب فاران رابعا، بينما أتابع الحضور في هذه اللحظات من قبل الشاهينية ومشلش بن سعيد الخيارين يدفع لنا بالشاهينية لنبدأ بداية ونتحول مع البداية، نتحول مع مقدمة الشوط
وما زالت حلوة قانب بن جاسم بن ربيعة. الكواري يقدم لنا حلوة في هذا الشوط وفي هذه المعركة، معركة شوط الختام، ومن سيظفر بهذا الشوط سنتحقق عن هذا الشوط في اللحظات الأخيرة ونهاية هذا الشوط. بينما ثانيا أتابع التقدم من قبل قرام سعود بن راشد بن سيف الشامسي، يقدم لنا قرام المركز الثالث. الحضور من قبل هقوة، شبيب بن عرار النعيمي يتقدم ليقدم هقوة. أيضا وصلت في هذه اللحظات الرياضية عبد الله بن غانم بن سعيد العلم الخيرين، يقدم لنا الرياضية في هذه اللحظات لتنضم إلى وسط المعركة وتتدخل إلى المركز الثاني. سلام لك يا بن علم الخيرين على هذا التدخل الكبير لتقود هذا الشوط في هذه اللحظات هنالك الرياضية. عبد الله بن غانم بن سعيد العلم الخيرين وحلوة بن ربيع الكواري وهقوة، هنالك الرمزاني النعيمي، وهنالك الشامسي رابعا، وخامسا الخيرين يقدم لنا الشاهينية. بينما الرياضية تشكل الخطورة وتتقدم بالعروض الممتازة والانطلاقة الرائعة. معك يا عبد الله يا بن غانم يا بن سعيد العلم الخيرين والألف والخمسمائة متر الفاصلة عن ناموس هذا الشوط. بينما المركز الثاني هنالك هقوة، شبيب بن عرار بن عمير الرمزاني النعيمي. حضرت الأسماء وبدأت المعركة في هذه اللحظات، وكأنني أتابع شوطا آخر يبتدي في هذه اللحظات. حضرت الشاهينية، مشلش بن سعيد الخيرين الهاجري وصلت هنالك واندفعت في هذه اللحظات. مهابة عبد الله بن سالم القحطاني يقدم لنا مهابة، وصلوا أبناء المملكة وتحركت في هذه اللحظات اللي وصلت طرفاشة. شاهين بن خلفان المزروعي يقدم لنا طرفاشة، لكن العودة هنالك إلى الرياضية، العودة هنالك إلى الرياضية مع 900 متر الأخيرة التي بدأت تنفرد عن بقية الأسماء الرياضية. عبد الله بن غانم بن سعيد العلم الخيرين طامعا بالناموس والانتصار، لكن حضرت طرفاشة تنطلق في هذه اللحظات. شاهين بن خلفان المزروعي يتقدم بكل قوة، يحضر بقوة هذا الشعار بن خلفان المزروعي في هذه اللحظات. هنالك بين الخيارين وبن خلفان اللحظات الأخيرة طرفاشة والرياضية، تجاوزت طرفاشة وتحركت طرفاشة وانطلقت طرفاشة لتقدم الإبداع، لتقدم الإمتاع، لتتحرك بالإثارة، لتتحرك بروعة الانطلاق. سلام لك يا شاهين يا بن خلفان المزروعي. بينما حضر شعار بن زيتون في اللحظات الأخيرة، هنالك طرفاشة وهنالك المنطلقة مع ثاني المراكز، هنالك بن زيتون ليقدم لنا شقرة آخر الأمتار مع طرفاشة والناموس مع طرفاشة. شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي، شكرا لك يا المزروعي على اختطافك لهذا الشوط الكبير وشوط الختام مع طرفاشة، وطرفاشة تحقق الناموس والسلام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مهديا هذا الفوز وهذا الانتصار لأبناء الإمارات. شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي، تهانينا لك على هذا الفوز والانتصار. بينما أتت ثانيا شقرة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وثالثا وصلت على المركز الثالث غرام سعود بن راشد بن سيف الشامسي، ورابعا وصلت هنالك المركز الرابع مهابة عبد الله بن سالم القحطاني، والمركز الخامس وصلت هنالك الشاهينية مشلش بن سعيد الخيرين. هكذا مشاهدينا الكرام شاهدنا وإياكم هذا الشوط، فحضرت طرفاشة في آخر الأمتار محققة الفوز والانتصار لشاهين بن خلفان بن راشد المزروعي. التوقيت الزمني 9 دقائق
وعشر ثواني وثمانية أجزاء من الثانية تانين على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بينما أتت شقرة لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري التوقيت الزمني 9:12.12 من الثانية تانين على هذا الفوز والناموس. بينما أتت هنالك غرام لسعود بن راشد الشامسي قاطعة المسافة في الزمن وقدرة 9:13.10 من الثانية تانين على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.